اهلا بحضراتكم من جديد. وفقره دي الفقره دي هتكون فقره اخر جمال اخر جمال وجمال على جمال. الكابتن جمال عبد الحميد، هنحط الكابتن جمال عبد الحميد امام الكابتن جمال عبد الحميد، ونحط الصوره امام الكابتن جمال عبد الحميد، يختار منها اي جمال عبد الحميد عاوز يمثل جمال عبد الحميد. باختصار شديد نطلع نشوف الفيديو ده عشان نعقب بعد الفيديو. تستمر فشل حكام الاجانب، انا بقول اهو لو كان حكم مصري كنا طلعنا النهارده بنتيجه لا تقل عن 3-4 في الماتش دوت من ضربات الجزاء، جايه في ايده وباينه انها جايه في ايده، ما تعادلش غير مره واحده. انا كنت لاحظت النهارده ان ما فيش اعداد كتير على فكره، حتى في الكور التسلل ده بين شرقي اتاخد من وراه ضربه جامده جدا، الحكم مشاها عشان كانت معانا طبيعتها عيدها عشان يقول له خلي بالك دي ضربه ده خطر جدا، علشان فالفار والحكم فاشلين. كابتن جمال عبد الحميد بعد انتهاء مباراه القمه بين الاهلي والزمالك 2-2 وله عده تصريحات كتير هنا وهناك عن التحكيم، ولكن كان في قاعده عند الكابتن جمال عبد الحميد، لو كان حكم مصري كنا كسبنا 3 أو 4. الكلام سهل جدا، واحنا هنا هنثبت ان الكلام غير قابل للتطبيق على ارض الواقع. الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لو كان حكم مصري، خليني اقول لك كابتن جمال ان لو كان حكم مصري كان هيتلغي لك الهدف الاول، لان اتلغى للنادي الاهلي امام البنك الاهلي، ده التحكيم المصري يا كابتن جمال. الكره اللي كان منها الهدف الاول لنادي الزمالك ده طبعا كره لفاول للنادي الاهلي امام البنك الاهلي، الحكم امين عمر حكم الساحه، وميدو سلامه الشهير بمباريات الاهلي والبنك الاهلي بالغاء الاهداف للنادي الاهلي كان حكم الفار، ودي كره نادي الزمالك الفاول اللي كان على قفشه اللي منه اتلعب وسجل الزمالك الهدف الاول. فبسم الله الرحمن الرحيم كده لو كان حكم مصري يا كابتن جمال كان هيلغي الهدف الاول ده، كان هيلغيه؟ بس لو كان الوان التيشيرتات مختلفه، معايير الحكم المصري ممكن تختلف، مش ممكن ده بتختلف مع لون التيشيرت، وده بنجيبه باراء خبراء التحكيم مش ارائنا ولا وجهه نظرنا. كابتن جمال، كابتن جمال بيتكلم ان في ركله جزاء للنادي الاهلي، الكره اللي ارتطمت بايد ياسر ابراهيم، انا ما اعرفش ازاي هو شافها ارتطمت في ايد ياسر ابراهيم، ايد ياسر ابراهيم ورا ظهره، حكم المساعد بوضوح شديد جدا والتناغم اللي كان بينه وبين طاقم التحكيم على طول قال له الكره في صدره. انت ازاي يا كابتن جمال شفتها في ايديه؟ انا مش عارف يعني انت شفتها ازاي في ايديه، انا مش عارف. طب نفترض يا كابتن جمال ان الصوره كانت خادعه امام عينك وانت شفتها جت في ايديه، اصلا دي ما بتتحسبش يا كابتن جمال، بدليل مباراه الاهلي والمحله كره معاذ الحناوي نفس الكوره حاطط ايديه ورا ظهره، كريم فؤاد بيلعب العرضيه ومعاذ الحناوي ايديه ورا ظهره، الكوره جت في ايديه، لا اتحسبت ركله جزاء ولا كانت هتتحسب مع النادي الاهلي ركله جزاء، ربما مع انديه اخرى الكرات اللي زي دي بتتحسب ركله جزاء، لكن مع النادي الاهلي استحاله تتحسب ركله جزاء. زي ادي الكره طبعا بتاعه الاهلي وغزل المحله واضحه جدا، يعني ياسر جاي في كتفه هنا بقى جاي في ايديه مباشره، ولكن الكابتن جمال عبد الحميد مش بيشوف ده. طب خلينا نتفق مع كابتن جمال، موارد جدا الاخطاء دي، في اخطاء غيرها كتير، هنتعرض طبعا للحديث عن ركله الجزاء ال 50-50 دي، لكن في اخطاء غيرها كتير، ولما حصل قبل كده عداله تحكيميه في فتره اللي فاتت قدر نادي الزمالك يفوز ب3-4 زي الكابتن جمال عبد الحميد ما بيقول. الكابتن جمال عبد الحميد لاعب النادي الاهلي السابق، انتقل لنادي الزمالك بعد مش هنقول اسباب وملابسات رحيله عن النادي الاهلي اللي هو دايما بيقول انها اصابه، برغم ان هي مش اصابه، الاصابه احد هذه الاسباب وتاخر العلاج من احد هذه الاسباب، لكن انتقل سنه 84 لنادي الزمالك، فرحنا مع فريق الاعداد، طب شوفوا لنا يا جماعه الكابتن جمال هو فوز الزمالك على الاهلي 4 ده في المتناول يعني ممكن نمر عليه، طب منذ ارتداء الكابتن جمال عبد الحميد تيشيرت نادي الزمالك سنه 84 بتاريخ جمال كابتن جمال باللي بعده، هل حصل ان الزمالك فاز 4-1 ففريق الاعداد قال لا والله يا اسامه ده القصه كلها ان اكبر نتيجه حصلت فوز الزمالك 3-1 اتكررت 3 مرات من سنه 84، 38 سنه، في 38 سنه كابتن جمال في وجودك وعدم وجودك والاجيال اللي بعدك 3-1 اكبر نتيجه. طب النادي الاهلي لا هتلاقي 6-1 هتلاقي 5-3 4-2 اتكررت مرتين، 3-0 اتكررت 4 مرات، 3-1 اتكررت مرتين، يبقى من اين اتيت يا كابتن جمال باحلام الرباعيه في شباك النادي الاهلي؟
كابتن جمال اتى بيها من نفس المنطق اللي اتى بيه ان لو حكم مصري كان هيقدر يكسب معايا. وانا انت كويس ان انت اكدت عليها. لا انا لا شايف لو اللعبه الاولى بتاعت الهدف بتاع الزمالك كان حكم مصري ما كانش هيحسبها. وكان بيختلف بقى لون التيشيرت بيختلف. يعني لا انا شايف ان كان هنلاقي منطق، رغم ان دي كان ممكن تبقى اغرب حاجه، الفاول اللي اتحسب واتلغى منه البنك الاهلي لان اللعب استؤنف، الكره ما وقفتش اتحطت في البنك الاهلي، اعتقد كنا هنلاقي مخرج. وساعتها كان ممكن كابتن عصام عبد الفتاح يخرج بشكل واضح وصريح ويعتذر ويقول حكام النهارده ادونا درس ان مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول. فكل حاجه كنت هتشوفها. انا اتعلمت خلاص والله بجد يا اسامه، انا مسلم لهم دماغي، وصلت المرحلة انت والله بتكلم بجد، انا سلمت لهم دماغي. طب خلي يعني لسه تسليم الدماغ دي فخر كابتن عصام خلاص. كابتن جمال بقى نفسه، يعني انت وقفت عند تاريخ كابتن جمال، ده القصة مش تاريخ كابتن جمال، لان القمة تاريخها قبل كابتن جمال وبعد كابتن جمال، وزي ما قلنا فعلا اخر جمال. انت متخيل اربع خماسيات، احنا بنتكلم على المواجهات الرسمية في تاريخ القمة للنادي الاهلي مقابل صفر خماسيات لنادي الزمالك في تاريخك كله، عمرك ما كسبتني خمسة. والموضوع استسهال الأربعة. طب قصة الأربعة، 11 رباعية للنادي الأهلي بنتكلم على المواجهات الرسمية مقابل رباعية وحيدة في تاريخك. يعني استسهال إن وأنا قاعد مع جماعة دايما كده يتقال إيه، إن الإنسان في خياله ممكن يبقى أي حاجة، ممكن في خيالك تشوف إن أنت أفضل واحد في الدنيا وأعظم واحد في الدنيا وأذكى واحد في الدنيا. ده نفس الموضوع، تشوف إنك تكسب الأهلي أربعة وتكسبه خمسة، مع إن الحقيقة بتقول إن ده شيء غير وارد إلا في استثناء واحد اللي كان برباعية وكان لظرفه. انما لو احنا بقى بنتكلم عند فكره الحكم المصري، عشان ده الكي بتاع الفقره، كابتن جمال شايف ان مع الحكام المصريين، الحكام المصريين كان الزمالك هيفوز باربعه وخمسه. ده راي كابتن جمال عبد الحميد. طيب ممكن بقى نستعرض راي اخر تماما لكابتن جمال عبد الحميد وهو في ساعه صفا، لان هنكتشف ان التقييم بيبقى حسب النتيجة. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. حاجة حكم مصري، حكم مصري بيعرف ان الزمالك مغلوب، يعرف حتى لو الحكم 10 على 10، النهارده محمد الحكم النهارده محمد عادل 10 على 10، ولكن برضه قبل المباراة حكم مصري، يعرف ان حكم مصري يبقى الزمالك مغلوب، اعرف كده، أي ماتش حكم مصري يبقى الزمالك أيوه مغلوب. بس الحكم حلو. النهارده اللي كان موجود ده أجنبي. ما أنا بقول لك لو كان 10 على 10 برضه قبل الماتش بكسر فيك. انت عملت كارثه ان انت خدت الدوري، انت عملت كارثه. ده قبل ما هو قالوا ان انت ما كانش معاك فلوس تجيب حكم اجنبي وبتاع، طب ما كان في ايدك. لا 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 لا، هم قالوا حكم مصر القمه حكم مصر، ما قالوش كده. ده الحاجات ديت يعني زي ما بيقولوا كده حبايه بنيمك بيها. طب كابتن جمال نيجي بقى لضربه الجزاء، انت بتصفر قبل ما يتضرب. لا يعني انت حضرتك الضربه الجزاء الثانيه انت علقت عليها وقلت ودي صح، الراجل بيشيل الكوره، هو قصده يضربه، هو بيشيل الكوره بيشيلها، والتاني حط جوز الجزمه، التاني حطها لمسها والتاني بيشيل، فلا هينزل رجله من النص ازاي وهو بيشيل الكوره؟ يعني واحد بيرفع هي واحد هي بيلوم. غريبه بصراحه، يعني انا وقفت عندها، بس طبعا جايز بقى الناس اللي ليها في التحكيم تفهم اكتر. يعني يا استاذ عمرو ده صفر قبل ما تتلعب الكوره، يعني وهي بتتلعب كان بيصفر لضرب الجزاء. يعني الموضوع صعب جدا، ازاي مصطفى، ازاي مصطفى محمد مصطفى يجيب جول مصطفى فتحي؟ ازاي الموضوع؟ بص الموضوع صعب جدا. بيقول لك هيودي رجله فين وانا بطني وجعتني من الضربه، والله وانا بتفرج على الصوره بطني وجعتني من الضربه. الاغرب ان كابتن جمال عبد الحميد اللي كان بيقول لو حكم مصري كنا هنكسب اربعه، هو اللي بيقول مع استاذ عمرو اديب، هو نفسه نفس الشخص، لو انا اول ما بعرف ان حكم مصري عرفت ان احنا هنخسر. طب انا مش عارف، انا بقى اللي عايز اقول لك وبكل قناعه تم ان لو في المباراه دي حكم اجنبي، مباراه الخمسه على الاقل، المباراه دي كانت انتهت 6-7، لان فعلا وضع النادي الاهلي فنيا كان يسمح، لولا ما عرف تحكيميا في الوطن العربي بكارثه الاحتواء. يبقى انت مباراة عندك حكم فيها تم التعدي عليه لفظيا، حكم قال انا كنت بحتوي فريق، وده دورك لما تحس ان المباراة وضعها كده، تحس المباراة وضعها كده ان فريق بيشيل هيفي سكور فاحتوي طرف. تخيل
هو عمل الاحتواء ده وبتقول المشكلة في الحكم المصري، مرة الحكم الأجنبي لو كان حكم مصري بداله، ومرة الحكم المصري لو كان حكم أجنبي. طب الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن هي لا بالحكم المصري ولا بالحكم الأجنبي. يعني ببساطة في كده أنا متفوق، وفي كده أنا متفوق لأن أنا النادي الأهلي، لأن أنا المفروض القاعدة لما أنت تيجي تلعبني الاستثناء إن أنت ممكن تكسب، إنما القاعدة إن أنا كسبان. طب تعالوا نشوف الكلام ده تاريخيا بيقول إيه. احنا لو جينا بنستعرض في القرن الحالي الاول عدد المباريات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك 50 مباراه في البطولات المختلفه المحليه منذ مارس 2001. طيب حكام مصريين 6 مباريات، ايه اللي حصل فيهم؟ الاهلي فاز 3، الزمالك فاز مباراه وحيده مع محمد الحنفي، ومباراتين كان فيهم تعادل. يبقى التفوق للنادي الاهلي بحكام مصريين. طب لو جينا للحكام الأجانب يمكن الوضع مختلف. ما هو أنت خد كزملكاوي الكلام اللي بيتقال ده أو كمتفرج أيا كان انتمائك وحطه على الفيديو الأول أو حطه على الفيديو الثاني، اللي يعجبك فيهم حط ده الرد بتاعه. لو أنت شايف الحكام المصريين كانوا الزمالك هيكسب معاهم حط الإحصائية دي، لو شايف الأجانب كان هيكسب معاهم حط الإحصائية دي. طب الأجانب الوضع إيه؟ والله صدقني لا، يعني مش أحسن بكتير. 21 مباراة فاز فيها الأهلي من 44، 9 فوز للزمالك و14 تعادل. طيب يا كابتن جمال تعالى بقى نروح لافريقيا. 10 مباريات لعبناهم في تاريخنا كله في افريقيا، اهو بره سيبنا بقى من المسابقات المحليه. النادي الاهلي فاز في 6، ونادي الزمالك فاز في مباراه وتعادل في 3 مباريات، وحتى المباراه اللي نادي الزمالك فيه فاز فيها مع بطرس ماتبيلا هي اللي جت بعد سنوات اتهم وثبت تورط بطرس ماتبيلا في قضايا فساد. دي الواقعة الوحيدة اللي فاز فيها نادي الزمالك سنة 94، والست مباريات من 10 فاز فيهم النادي الأهلي. طب تعالى يا كابتن جمال آخر 31 مباراة في الدوري بين الأهلي والزمالك أنا فايز عليك 17 مباراة أنت فايز عليها 3. القصة حكم مصري وحكم أجنبي إزاي بس؟ القصة إن الإنسان هو بيعمل مداخلة أو هو قاعد في استوديو مستريح يقدر ساعتها يقول اللي هو عايزه ويتخيل أي حاجة. وصدقوني يا جماعة أكتر حاجتين ممكن يضروا صاحبهم لو الإنسان لا يمتلك أدواتهم هما الوهم والخيال. لو لا تمتلك أدوات الوهم والخيال هيكون واقعك إن أنت تقول كلام ليس له أي علاقة لا بالأرقام ولا بالواقع. يعني بالتحكيم الأجنبي النادي الأهلي بيتفوق، بالتحكيم المصري النادي الأهلي بيتفوق. ولو لاحظت الخمسين مباراة اللي اتلعبوا في القرن الجديد هتلاقي النادي الأهلي بالتحكيم فايز نسبة هنا 50% 50% أو 50-45% تقريبا نفس النسبة. ولكن لو رجعنا للتاريخ أنا عايز أسأل هنا كابتن جمال عبد الحميد، لو مثلا الكابتن صبحي نصير كان أخوه بيلعب في النادي الأهلي، لو مثلا الكابتن حسين إمام كان ابن أخوه بيلعب في النادي الأهلي، لو مثلا الكابتن حلم زمورة كان لاعب سابق في النادي الأهلي وبيجوا عادي يحكموا مباراة قمة ما بين حكام ساحة وحكام راية، كان إيه اللي ممكن يتقال في التحكيم المصري والتحكيم الأجنبي في مباريات القمة؟ إحنا حطينا صورتين لكابتن جمال عبد الحميد. هو بنفسه ياريت يستقر على صورة، وياريت كابتن جمال عبد الحميد مننا يستفيد ويطلع صورة واحدة يبدأ يتعامل بيها معنا. ما كانش ده بس فقط لغير تصريحات كابتن جمال عبد الحميد. تصريحات كابتن جمال عبد الحميد كان فيها تصريح تاني من وجهة نظري أشد خطورة، ولكن عندنا تعقيب مهم جدا ومفاجأة لكابتن جمال عبد الحميد نفسه. نطلع نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. عمرك كابتن طلعت الزمالك الجمل في ماتش قلت النهارده الجمله؟ لا لا عمري، مفيش الكلام طول عمرنا مظلومين. اللي بيتجامل يا كابتن بيروح على طول. طول عمرنا مظلومين يا كابتن، في حد على طول مظلوم؟ صدقني اللي صالح مين يا كابتن؟ ما هو كله بيشتكي. يعني انت اما لعيب يطير يلعب الكوره بايديه وما تحسبش ضربه جزاء تمام ماشي، ده مش ظلم؟ اكيد ظلم، بس في مواقف ثانيه. اما انا احط جول في مواقف ليك وعليك، اما انا احط جول يا ريت يجيبوا الجول دوت، اما انا احط جول ومن نقطه الجزاء واللعيب مغطي بتاع المنافس من 6 ياردات ويتحسب تسلل يبقى ده مش ظلم. اما كابتن حسن شحاته يحط جول من نص الملعب يبقى ده مش ظلم. اما احنا لا ده من زمان قوي يا كابتن، ما انا بقول لك من اول زمان لحد دلوقتي احنا الظلم ماشي، احنا اكتر ناس مظلومين ما تجاملناش ابدا. نفس حد يجاملنا مره ولا واحدة. مره يا كابتن مره واحده طيب احس ان انا طالع اقول ايه بصراحه يعني يشكره